يقول فضيلة الشيخ مهاب هذا السائل: هل يجوز لك إذا ظلمت من قبل شخص أن تنتصر لنفسك بأخذ مظلمتك منه إذا كانت مالية، حتى ولو اضطررت إلى هذا الأمر بحلف يمين ليست صادقة لأنه هو الذي تسبب لك بهذه الخسارة؟ إذا ظلمك أحد في مالك فأقم عليه دعوة عند المحكمة الشرعية وأتي بالبينة وتحصل على حقك إن شاء الله. فإذا كنت لا تستطيع أن تقيم عليه دعوة وظفرت بماله، يعني تمكنت من أن تأخذ حقك من ماله ولا تزد على ذلك، فلا بأس. هذه تسمى مسألة الظفر. نعم.